عشان كده لازم نحدد مواعيد عمليات البطن، ولازم يكون في جدول تفصيلي بين عمليات الانف والاذن وعمليات البطن عشان ده ما يتعارضش مع ده، وبكده ما تحصلش المشكله اللي حصلت امبارح. واحنا بنبقى عارفين احنا محتاجين اوضه العمليات امتى يا مدام رحمه؟ ما حسب الحالات ما بتيجي احنا بنتصرف. خلاص لو في حاله طارئه يستاذنوا يخشوا العمليات. اتفضل. ده ايه ده؟ ده الادويه اللي حضرتك رفتيها. انت يا بني ادم ما بتفهمش، مش قلت لك توديها مكتبي؟ ايه اللي خلاك تجيبها هنا يا فندم؟ حضرتك اللي بعتي لها عشان اجيبها. تجيبها مكتبي مش تجيبها هنا. حد يعمل كده؟ اتفضل خد الصندوق وديه على المكتب. حاضر. لا لا استنى دي واحده. ايه بقى اللي انت جايبه ده يا سيدي؟ اضرب ريزولين مطهر واسبرين. انت لسه واقف؟ خد الصندوق ده وتحرك على مكتبي يلا. حاضر حاضر حاضر. ايه ده يا مدام رحمه؟ اضرب ريزولين ومطهرات واسبرين. هو حضرتك فاكر ايه؟ لا لا ما فهمتش حاجه ولا حاجه. لا 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 حضرتك فاهم غلط، دي شويه ادويه ومسكنات، حاجات مش موجوده في السوق، كنت اخدها يعني لاصحابي وقرايبي عادي. وماله يا هنا؟ ما يجراش حاجه. بس المفروض تخش بقيمتك، ده انت المديره، مش شويه مطهرات واسبرين بالذمه. ده كلام. قصدك ايه؟ عارفه مدام الدواء ده العلبه فيها 100 شريط، بناخدها من الحكومه ب 150 جنيه وبنكتبها للعيانين ببلاش لانها جدول مخدرات. عارفه لو بعناها في السوق الشريط الواحد يساوي كام؟ كام؟ من 150 ل 200 جنيه. يعني حضرتك لو خرجتي لك علبه واحده في الاسبوع تعمل لك 10 مثلا، 10,000 جنيه يعني. معقول؟ ده مجرد مثال صغير. يا هانم انت عندك حاجات تساوي ملايين مش ألوفات. اتفضلي عقود لهذه. ألف مبروك يا حاجة. اتفضلي بقى حضرتك وقعي. امضي يا حاجة امضي. هنا وهنا كمان. تمام. الشهود اتفضلوا. البطايق بتاعتكم معاكم؟ موجوده يا فندم. اه البطايق جاهزه وبياناتهم ثابته في العقد. تمام. الف مبروك يا حاج على بركه الله. على كده ان شاء الله هنستلم العقد الموثق امتى يا استاذ؟ يعني شهر ونص شهرين كده. ياه شهر ونص او شهرين؟ يا دوبك يا عطبي، انت شايف الاملاك قد ايه؟ طب يا ريت تعمل لك همه معانا واتعابك محفوظه وكل اللي هتطلبه هتاخده. اتعب؟ اتعب ايه بس يا عطبي؟ انت حضرتك ناسي ان انا راجل قانون زيك بالظبط. انا اسف جدا يا استاذ، انت عارف ان في شغل كتير ما بيمشيش الا بالطريقه دي. عموما سامحني. يا عطبي صوابعك مش زي بعضها بالإذن. ربنا يكتر من أمثالك يا أستاذ. ألو؟ أيوة رفعت بيه. هما لحد دلوقتي مش عايزين يخسروا أبوهم وبيحاولوا يحافظوا على معنوياته. وتفتكر لو عرفوا موضوع موظفين الشهر العقاري هيفضلوا محافظين على معنوياته؟ ما تنساش كمان سليم وصبري ومعاهم كمان عطلة المحامي. اه طبعا ما هما الثلاثة واحد. طب تفتكروا ليه موظفين الشهر العقاري يروحوا لواحد المستشفى؟ أكيد حاجة مش عادية. أكيد، ما هو الحاج ده برضه مخه محدش يعرف فيه إيه. ما هو الموضوع لو عادي أقل حاجة كان طلب ولاده يحضروا. واحد بالحالة دي ولوحده وبيعمل إجراءات يبقى المسألة فيها سر. طب تفتكروا بقى
لو ماجد وثابت عرفوا الموضوع ده يعملوا ايه؟ هو ده السؤال المفيد. ايه يا ماجد اتاخرت ليه كده يا اخي؟ والله العظيم السكه في ايه بس؟ طب تعالى تعالى عارف. مالك بس في ايه؟ هاي ازيك يا ماجد عامل ايه؟ الحمد لله. ازيك يا سالو اخبارك ايه؟ الحمد لله كويسه. انت كله كويس؟ الحمد لله تمام. انا بحضر العشاء، تحب تتعشى معانا؟ لا لا ماجد مش قاعد كتير، اعمل لنا حاجه نشربها. اوكي يا حبيبي. شكرا يا سالو. عارفه على ايه؟ ايه يا ابني؟ في ايه؟ جايبني على ملا وشي ليه؟ عشان المصيبه اللي حطت علينا. مصيبه؟ والعياذ بالله مصيبه ايه؟ ثروتنا وممتلكاتنا بتضيع مننا يا ماجد. ايه الكلام ده؟ ده مش كلام، هي دي الحقيقه. بابا النهارده كان عنده في المستشفى موظفين من الشهر العقاري. ايه؟ زي ما سمعت كده. موظفين من الشهر العقاري بيعملوا ايه عند بابا؟ معرفش، بس في حاجه مش كويسه. بابا شكله كده يا ماجد هيكتب حاجه من ثروته لواحده ست ضحكه عليه، وانا عارفها. ممكن طبعا، او حتى يكون هيكتب المراس كله لماما مديحه، او ممكن يكون اتجنن وهيكتب كل ثروته او حتى جزء منها للجمعيات الخيريه. المهم ان انا حاسس ان في حاجه مش مظبوطه. وانا اللي جاي اقول لك النهارده ممكن نسفره في اي حته في العالم. مش قادر اتصور ان يبقى ليه علاج واحنا مقصرين معاه. شوف يا اخي انت بتعمل ايه وهو بيفكر ازاي. تفتكر ان بابا ممكن يكون عامل حاجه زي كده فعلا؟ وهنعرف منين؟ في حد يعرف. تقصد المحامي؟ وفي غيره، بس انت عارفه بقى سيد من يكتم اسرار بابا. خلاص نخليه يتكلم. ازاي؟ انا هتصرف. مع اني بقالي 40 سنه ما لعبتش. 40 سنه عندك كام زاد؟ طيب حاضر، انا هغير هدومي وانزل لك على طول. اعرف مش اللي هي في اول الطريق؟ نص ساعه بالكتير وهكون عندك، اصل انا ساكن قريب منها. طيب حاضر، مع السلامه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا حاج عامل ايه؟ الحمد لله يا بنتي. اتاخرت كده ليه؟ مشاكل المستشفى مش بتخلص ابدا يا بابا. ربنا يعينك يا بنتي. ربنا يخليك. انا هدخل اغير هدومي، مش عايزني اعمل لك حاجه. متشكر قوي يا بنتي. على فكره انا صعبان عليا تعبك قوي. بالعكس انا كده مبسوطه، لقيت حاجه تشغلني واليوم بيعدي. طب مش كان احسن لك تشتغلي شغلانه واحده طول الوقت؟ ما هي المستشفى هي الاساس يا بابا. طب لو المحل اتوسع ونجح مش هتحتاجي وقت اكتر؟ في الحالة دي هكلم الحاج وارشح له حد يمسك ادارة المستشفى وانا اتفرغ للمحل. بالمناسبة انا قابلت عباس النهاردة. والله وحكالك؟ قال لي انه عاوز يعمل مشروع على اعلى مستوى، وانت بدل ما تدير المحل هدير المشروع، وهشغل في المشروع ده 300 ولد وبنت من الحتة. احنا عاوزين ايه اكتر من كده؟ يعني ايه؟ يعني اشارك واحد واشتغل معاه وانا مش عارفة اي حاجة عنه؟ هو زي ما قالك، لا طالب منك لا ابيض ولا اسود، الشراكه بالاداره والمجهود. مش هي دي المشكله، انا يا بابا ما اقدرش ادير مشروع كبير زي ده. ما تستقليش بنفسك يا بنتي، ما تستقليش بنفسك. انا مش بستقل بنفسي، بس اشمعنى انا يعني؟ هو ممكن يجيب اي حد يدير له المشروع ده. طب خليني اسالك سؤال، طالما مش هندفع حاجه ايه اللي خوفنا منه؟ مش هي دي القضيه يا بابا، انا اساسا مش مرتاحه له، يبقى ازاي هشتغل معاه؟ شد حيلك يا ابراهيم،
عايزين نشوفك ماشي على رجليك تاني. مش باين يا حاج فتحي. مش متعود اسمع منك الكلام ده يا ابراهيم. انت خايف من الموت ولا ايه؟ لا انا خايف على فردوس ومديحة، خايف على الناس اللي بتاكل عيش عندنا. هو الانسان اللي بيرزق ربنا جعلنا سبب، وياما قلت لي كده يا ابراهيم، لو لسه ليك زرعه هتزرعها يبقى هتزرعها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ده ثابت بيه هنا كمان. اتفضل يا استاذ عطله. هنروح على فين ان شاء الله؟ اي حته نقعد فيها. طب اسمحوا لي بس اقفل عربيتي واجي لحظه على طول. طبعا اتفضل. طب وماله يا رحمه لما عباس يشاركك؟ عباس راجل غني ويبان قدام الناس ان هو قوي وبيعمل خير، بس قدامي أنا مكشوف. عارف يا رأفت، الست بتفهم الراجل من نظرة عينيه، وهو نظرة عينيه مش محترمة أبدا. طريقة كلامه استفزازية وأسلوبه كده مش سهل، كله على بعضه في حاجة مش مظبوطة، وأنا بصراحة مش مرتاحة له أبدا. ما هو ما ينفعش يا رحمة تقارني كل راجل تشوفيه بجمال. جمال ده كان حالة خاصة. عموما خدي وقتك في التفكير. تسمع على خير. أنت من أهل. يا رأفت، بتقارن عباس بجمال؟ هو جمال ده كان فيه زيه؟ ده ما كانش فيه في أخلاقه ولا رجولته ولا حنية قلبه. الله يرحمك يا جمال. روعة المكان. يا سلام، مصر بجد أم الدنيا. وعشان هي فعلا أم الدنيا أنا مش عايزة أسافر تاني. نعم، أنت بتهزر ولا إيه؟ هو احنا لسه لحقنا نعمل حاجه يا جمال؟ رحمه حبيبتي، انا حاسس ان احنا هناك مربوطين في ساقين، شغل شغل شغل، لا بنتفسح ولا بنخرج. انا متهيألي ان كل واحد فينا عايش في بلد شكل. معلش يا حبيبي استحمل، احنا هنتعب شويه وبعدين هترتاح. ما تنساش ان احنا عندنا التزامات كتير قوي، وبعدين الشقه محتاجه مصاريف كتير. يا ستي بارك الله في مرزق، احنا كويسين هنا. وبعدين انا ما بحسش ان احنا قريبين من بعض الا في بلدنا، رغم ان احنا شغالين مع بعض هناك لكن ما بنشوفش بعض، شغل شغل، لا بنتفسح ولا بنخرج. انا حاسس ان انا بحرمك من الدنيا كلها. يا سلام، ما احنا لما بنيجي مصر اجازات بتهلكني فسحه، كل يوم خروج خروج، عايز ايه تاني؟ انت طماع. عارفه يا رحمه، قبل ما اعرفك انا لا كنت بحب الفسح ولا بتفسح، لكن معاكي حسيت بطعم الدنيا، خليتيني احب الحياه. يا حبيبي وانت كمان، من ساعه ما اتجوزنا وانا بقيت بحب الحياه قوي. يلا بقى اتفائل وحب الشغل، بطل كسل كده. غلبتيني. الرحمن الرحيم، مالك يا حاج؟ مش كنت تناديني في ايه؟ انا لقيتك نايمه على الكنبه ما رضيتش اصحيكي. تصحيني ايه بس يا حاج؟ ده انا ما رضيتش حتى انام في الاوضه التانية، قلت خليني جنبك هنا عشان لو عوزت اي حاجه تلاقيني جنبك على طول. عاوز ايه يا حاج؟ عاوز اشرب. عينيا
عناية يا حرب. بالشفاء، صحة وعافية يا رب. الحمد لله. مالك يا فردوس، انت زعلانة عشان اللي انا فيه؟ سلامتك يا حاج، مفيش حاجة. تزعليش، انا مش زعلان، الحمد لله مبسوط ان ربنا ألهمني وقدرني أعمل لك اللي أمن لك حياتك من بعدي. أنا مش عايزة أي حاجة، أنا عايزك أنت تفضل في الدنيا دي، أنا من غيرك ولا حاجة يا حاج. إيه المكان الغريب؟ تغيبين هنا ليه؟ وإيه الموضوع الخطير اللي مينفعش نناقشه اللي هنا؟ احنا لحد دلوقتي مفيش ما بيننا وما بينك غير كل احترام يا باشا. وانا تحت امركم. ايه الموضوع يا باشوات؟ انت رحت للحاج النهارده؟ ايوه رحت للحاج. كنت لوحدك؟ يعني ايه كنت لوحدي؟ ارجو يا متر اللي انت ما تخبيش علينا حاجه. اخبي عليكوا؟ اخبي عليكوا ايه؟ انا مش فاهم حاجه. حضرتك رحت النهارده لبابا وكان معاك موثق من الشهر العقاري، ممكن نفهم ليه؟ شوف يا بهوات، روح اسألوا الحاج وقولوا له هو اللي يقول لكم. بس احنا عايزين نعرف الحقيقه منك انت. حقيقه ايه؟ حقيقه ايه اللي عايزين تعرفوها مني؟ وبعدين بقى متر عطا الله، مش عارف ليه انت مصر اللي احنا نزعل منك. ما تقول وريح نفسك وريحنا. كنتوا بتعملوا ايه الصبح؟ بتوثقوا ايه؟ بيع ولا شراء ولا تنازل؟ لان اي حاجه من دول ليها علاقه بينا. شوف يا بهوات، انا موظف عند الحاج، محاميه ومستشاره القانوني، والراجل استأمنني على سر وقال لي بالحرف الواحد يا عطا انا مش عايز اي حد يعرف، وعشان كده انا ما اقدرش اقوله. كنت عارف وواثق يا متر ان انت هتقول كده وتزعلنا منك. منور يا متر. بص يا متر، محدش فينا هيتعتع من هنا الا لما نعرف الحقيقه. مفيش محامي محترم بيكسب اسرار موكله ولا يبقى خايل لشرف المهنه. بس انت محامي المجموعه، يعني محامي ابونا ومحامينا من بعده، تفرق ايه؟ لا تفرق كتير يا ثابت بيه، تفرق ان الحاج ابراهيم الطيب لسه عايش. وانت كمحامي الحاج ابراهيم الطيب اللي هو لسه عايش، مش المفروض تاخد موقف لو موكلك ده عمل حاجه غلط؟ يعني المفروض ان انت ما تساعدوش على حاجه غلط. ومين قال ان في غلط حصل؟ انتوا ليه بتفتكروا حاجه زي كده؟ ما لو ما كانش في حاجه غلط حصلت ما كنتوش خبيته. يا باشا ده شغلي، شغلي اخبي الصح والغلط. اعتبر انك قلت تحت ضغط. بس مش هي دي الحقيقه. بسيطه، نخليها هي دي الحقيقه. ما تقول بقى يا متر، ما توجعش قلبنا. يلا يا استاذ عطله، ما تنساش ان احنا اصحاب مصلحه وحق. وبعدين انت ليه بتنحشر اصلا بين ابوه واولاده؟ يا بهوات ده شغلي، ما ينفعش اخرج اسرار موكلي، انا عمري ما عملت كده. كده بتكون لنا الغلط يا ثابت. تعب عليك، اللي بتعمله ده هو الغلط. هتتكلم ولا نهدفك من هنا؟ ايه مش هتتكلم ولا ايه؟ مش كده يا ثابت، الموضوع ما ينفعش يوصل لكده، الراجل هيموت مننا. قول له يا باجد بيه، قول له خليه ياخد باله ان في غلطات بتحصل وقت الانفعال، ما ينفعش انها تتصلح. صدقني يا ثابت بيه، اقسم لك بالله ما في داعي ده كله. انا مصدقك يا متر، اهدى بقى يا ثابت بيه، وانت كمان ما تعصبوش. الله، احنا كل اللي عايزين نعرفه منك ايه الحقيقه، ما طلبناش منك ورق. ما تخلصنا بقى، مفيش داعي الموضوع يكبر اكتر من كده. انتوا ناس محترمين ومتحضرين وعمركم ما هتعملوا حاجه غلط. صدقني والله العظيم الحاج ابراهيم الطيب ما عمل حاجه ضدكم، بالعكس ده كله اللي عمله في مصلحتكم. لما هو في مصلحتنا يبقى من حقنا نعرف. ما ينفعش، هو قال اللي بتقولش لحد. يا متر احنا ولاده. صدقني يا ماجد بيه، والله العظيم تلاتة عاملها لكم مفاجأة، ومفاجأة سارة كمان. بابا عاملين مفاجأة سارة؟ أيوه والله العظيم، أقسم لكم بالله هي دي الحقيقة. وإحنا مصدقينك. سمير فين يا ماجد؟
سبقنا على المجموع. بابا صبري وسليم بره كانوا عايزين يدخلوا لحضرتك، بيقولوا انهم عايزين يعرفوا منك حاجه مهمه. بابا هو استاذ عطله المحامي كان عندك هنا امبارح. صبري وسليم، قول لي بس يا بابا كنت عايز ايه من الاستاذ عطله؟ فين صبري وسليم؟ مش وقت يا بابا. صبري وسليم يا بابا فهمنا بس، في ايه مخبي علينا؟ قول لنا وريحنا. العيال دول يخرجوا بره فردوس يغوروا من وشي. ليه؟ واحنا مش من حقنا نعرف؟ العيال دول يطلعوا بره، مش عايز اشوف الشغل بره. طب يا اخويا اهدى اهدى، اوعى تتعب نفسك. يلا عشان ايه ده كله؟ شش ولا كلمه، اتكتب خالص. يلا قدام، يلا اطلع اتفضل قدام. جاتكم القرف عليكم على شكلكم. هو ايه اللي حصل؟ انا بساله سؤال مش راضي تجاوبني عليه ليه؟ اخلص يا ولد، اوعى صوتك يعلى عليا، فاهم ولا لا؟ انت مش شايف الحاله اللي ابوكوا فيها؟ انتوا جنسكم ايه؟ ما عندكمش دم؟ يلا اتفضلوا سبقوني على بره، عايز اتكلم معاكم في حاجات كتير. حاضر يلا يلا. جاتكم القرف عليكم على تربيتكم. معلش انا اسف، الحاج عايزكم جوه، اتفضل. رحمتك بينا يا رب، رحمتك بينا يا رب. صبري. ايوه حك. وانت يا سليم اسمعوني كويس. اؤمر يا حك. مش عايز انفعالات. انا شكلي كده مروح. كان نفسي اسيب الولاد اوصيهم. ما سبتش. انتوا رجالتي واقرب الناس ليا. اوصيكم تخلي بالكم من الحاجه، تخلي بالكم من المجموعه، تحافظوا عليها عشان الناس اللي بتاكل من ورايا عيش، عشان خاطري خلي بالكم من ثابت وناجي. من غير ما تطلب مننا حاجة، دول ولادنا. انت عارف انت غالي عندنا قوي قد ايه. ان شاء الله هتقوم لنا بالسلامة. انا بحاسبك وبحاسب الحاجة يا حاج، ولادك فوق راسنا من فوق. ربنا يستركم ويجازيكم خير على وفاتكم جنبي. استر يا رب. مالك بس يا بابا؟ قلقان يا ابني. تقلقش ان شاء الله خير. بعد صلاه الفجر شفت منام مش حلو ابدا. تلاقي بس نفسيتك مش مظبوطه من قلقك على الحاج. خير يا استاذ سليم، مالك في ايه؟ لا خير خير يا حاج عبد الله، الحمد لله الحمد لله. امال بتعيط ليه؟ ما تقلقش يا حاج، سليم بس متاثر من كلام الحاج معانا. لما هو كويس. طم كويس. استر يا رب.